انا جعانه وجوع اخر الليل ده مميت، وانا مش عايزه اكل حاجه دسمه، حاجه تقيله، عايزه اكل حاجه هلسيه كده خفيفه. جت في دماغي حته فكره، يلا بينا هقول لكم عليها. انا لقيت عندي جبنه قريش، اخدت قالب من الجبنه القريش وهرسته كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده معايا، مش عايزه اسيب فيه حتت تخينه او حتت سميكه. وبعد كده بجيب الزبادي اليوناني، النوعيه دي كويسه الصراحه جهينه، لان جربت دانو معجبنيش، فالنوعيه دي زبادي يوناني هو مش غالي، هو ب16 جنيه بيتباع في السوبر ماركات، فانا جبته دايت ما جبتوش دسم. هضيف عليها على الجبنه القريش 3 معالق من الزبادي اليوناني. تمام كده. وبعد كده هضيف عليه النعناع المجفف او النعناع الناشف بقى، في حسب بقى المتاح موجود عندك، انتي نشفتيه جبتيه جاهز من عند العطار، بضيف عليه شوية من النعناع المجفف. وبجيب ليمونة هعصرها على الجبنة القريش، بتديها مزازه طعمها تحفه، ده دي تحفه، الاكله دي جميله وصحيه وما فيهاش اي حاجه خالص على فكره. ضفت بعصر اهو الليمون، بعصره بايدي، بعد ما عصرت الليمون بضيف عليه الثوم البودره، ده اختياري الثوم البودرة، ده اختياري، اللي بيحب الثوم البودرة يحط، اللي ما يحبش عادي يعني مش فارق. بعد كده بقلب الجبنة القريش مع الزبادي اليوناني، خليهم كلهم يتجانسوا كده مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بجيب يعني عايزه اكلها، مش عايزه اكلها بعيش، انا كده خلصتها اصلا مش عايزه اكلها بعيش. فجبت ايه هيلث سناك، ده شيبسي زي رقائق كده، الشيبسي بيتباع في السوبر ماركت، هو مش غالي برضو ب13 جنيه، وهاكله بالجبنه القريش. هو انا جبته بطعم الزعتر، تحفه 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 الهيلث سناك ده، ما بيتخنش، جميل جدا لو اكلناه حتى في العشاء بالصوص الجبنه القريش اللي احنا عملناه ده، تحفه تحفه تحفه، مش عايزه اقول لكم طعمه تحفه، جميل جدا. جربوها هتعجبكم قوي، وفي الاخر هتدمنوها يعني، انا الصراحه جربتها تحفه جميله، وطعم الهيلث سناك ده مش قادره اوصف لكم على طعمه، جميل جدا مع صوص الجبنه القريش.